اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. اولا بنهنئ كل الامه الاسلاميه بالعام الهجري الجديد، كل عام وحضراتكم بخير، ويا رب يجعل كل الامه الاسلاميه ومصر بخير وسلام الى يوم الدين. النهارده هتاكلنا ايه يا شيف؟ النهارده عايزين نعمل شويه مقبلات بسيطه وسهله وفي متناول الجميع، ولكن حريصين كل الحرص لما نعمل وجبه او المنيو بتاعنا بيناسب الصغير والكبير، كل افراد الاسره يعني. النهارده معايا بطاطس عايز اعملها بالزبادي والثوم سلطه. بطاطس بتتسلق بطريقه جيده ونشوف ازاي هنعملها بالزبادي والثوم. معانا جبنه النهارده هنقليها، جبنه مقليه الاطفال بيحبوها، نشوف ازاي ممكن نقليها في الزيت ونضمن ان هي ما تسحش في قلب الزيت وفي نفس الوقت التوبنج بتاعها او الخلطه هتبقى ماسكه فيها. معانا بنجر النهارده هنعمله بطريقه جديده، هنعمله مع الطحينه. طحينه يعني اوميجا 3 يعني منتجات السمسم، والبرجر مفيد جدا لكمان للناس اللي بتعاني من المشاكل، النقص في الحديد، نقص في عندها انيميا، الاطفال اللي مش بياكلوا البرجر بيحبوه الاطفال، فخلونا ان احنا ندعمه بالطحينه ويبقى سلطه فيها كل القيمه الغذائيه العاليه. معانا فاصوليا خضراء النهارده جميله من خير ارضنا، تعالوا نشوف نعملها النهارده سلطه ازاي بزيت الزيتون وعصير الحامض. الفاصوليا دي لما تتسلق صح وتتعمل تتبيله كويسه ونحطها في الثلاجه ناكل منها على مدار الاسبوع. نيجي للسبانخ ومصدر غني جدا للحديد، هنعمله سلطه النهارده بدبس الرمان، وكلنا عارفين الرمان او دبس الرمان من منتجات الرمان، والرمان مفيد جدا بينقي الدم وله قيمه غذائيه عاليه جدا للاطفال وللكبار. يعني المقبلات بتاعتي متنوعه، فيها النشويات، فيها البروتين، فيها الكربوهيدرات، فيها الخضروات المفيدة للقولون وبتعالج مشاكل الإمساك. خلونا نطلع فاصل صغير ونرجع بعد الفاصل نشوف إزاي نعمل شوية مقبلات، ولكن البروتين مش هبرة لحمة وبس أو يكون عندي فرخة سليمة أو ديك رومي أو بطة، لا، البروتين موجود في كل حاجة. يعني عندنا الجبنة اللي هنقليها النهاردة ده مصدر للبروتين، عندنا البطاطس مع الزبادي فيها بروتين وفيها نشويات وكربوهيدرات، عندنا سلطة الفاصوليا الخضراء لما يعملها بزيت الزيتون وعصير الحامض يعني مفيدة جدا لكل المشاكل اللي بتعاني منها سواء الإمساك أو مشاكل القولون. مش عايز أطول حضراتكم، خلينا نطلع فاصل صغير وبعد الفاصل أو هتروحوا بعيد تابعوني. تعالوا مع بعض نشوف سلطة البنجر بالطحينة هنعملها ازاي. احنا عندنا النهاردة خمس انواع من المقبلات، فكل واحد بياخد وقته في الشرح والايضاح. سلطة البنجر بالطحينة نعملها مع بعض ازاي يا شيف؟ معانا بنجر، معانا طحينة، معانا عصير ليمون، ثوم، زيت زيتون. البنجر يتسلق بعد ما يتغسل كويس جدا ونخلص من الرمله والطينه اللي على القشره، والميه اللي نسلق فيها البرجر بنرميها، نسيب البرجر ده لما يبرد تماما تقدري تتعاملي معاه، نشيل القشره براح. اوعى تسلقي البرجر والطينه على القشره وفي رمله، هتخش جوه لحم البرجر ويبقى شكلنا وحش واحنا بنعمله، خلي بالك. البرجر نقطعه حلو، بسم الله الرحمن الرحيم. بنجر ده يعالج الانيميا، الناس اللي عندها مشاكل مع نقص الحديد. هو لونه بيفتح النفس، لونه لون دم، لون الدم يعني، فمفيد للدم، اي حاجه تخص الدم البنجر ده مفيد فيها. والدرنيات عموما اللي هي زي البنجر، زي البطاطس، زي الجزر، زي الكرنب، زي الفجل، زي اللفت، مفيدة جدا. الحاجة اللي بتطلع من قلب الأرض وخاصة لما تكون الأرض الطيبة مصر، صدقوني بجد والله العظيم هتلاقي الحاجة مفيدة جدا وفيها كل العناصر الغذائية اللي احنا عايزينها. برجر مسلوق زي الفل، ما تقطعوش هو سخن عشان هينزل لك سائل على البلانشة اللي بتقطعي فيها، سيبيه لما يبرد خالص حطيه في التلاجة. نكون جهزنا الطحينة مع الخلطة اللي احنا هنعملها دلوقتي، تتبيله حلوه كده، ويبقى نوع من انواع المقبلات اللطيف الجميل اوميجا 3 اللي موجوده في الطحينه، لان الطحينه بتطلع من زيت من السمسم، واحنا كلنا عارفين السمسم يعني جمبري جامبو يعني اوميجا 3، مش لازم اوميجا 3 لازم اكل سمك واكل جمبري خالص، اوميجا 3 موجوده في الطحينه، موجوده في زيت الكتان، الزيت الحار
الفول بتاع المصريين الحلو، طبق الفول اللي على الناصيه مهم جدا، بس ناكل معاه طبق جبنه، طبق بيض، طبق فول، طبق سوري، طبق طماطم. دايما مع الفول الصبح ما يبقاش فول ساده بس، يفضل ان احنا ناكل دايما جنب الفول يا اما جبنه يا اما طماطم يا اما بصل اخضر. عشان كده بتلاقوا الراجل اللي واقف على عربيه الفول جنبه البصل الاخضر والعيش والطماطم والحاجات الحلوه دي. الطحينه جاهزه، تعالوا مع بعض نشوف تتبيله البنجر بتاعنا. كسروله زي دي كده، هناخد البنجر نحطها فيه عشان ننزل عليه بالتوابل. طحينه، بقدونس مفروم، زيت زيتون، عصير ليمون، شفنا المقادير على الشاشه اهو وانا واقف مع حضراتكم. كل ده انا النهارده في اجازه واقف ايه بسلة. ده زيت الزيتون يديله لمعه زي الفل، معلقه سكر صغيره حلو قوي، عندي كمان شويه بقدونس حلوين، شويه طحينه طبعا ده لازم يتقلب كويس. ايه اللي يخلي الطحينه دي تسيح او الطحينه دي تفك؟ عصير الليمون اللي هحطه دلوقتي بالشكل ده كده، واقلب الخلطه دي كلها مع بعضيها. حلوه عينيه كده سلطه البنجر كمان خلصت. مش كل يوم يبقى بنجر، اي نعم في بعض المطاعم بتقدمها بنجر وبس كده مع سكر او بقدونس، لا انا قدمت معاها طحينه اهوت واقلبها كويس، تقوم الطحينه تسيح مع البنجر، يبقى انا بدعم سلطه البنجر باوميجا 3 اللي هي الطحينه مع زيت الزيتون وعصير الحارة. انا هستاذن حضراتكم بطلع فاصل صغير، وحلقات النهارده حلقه بسيطه وسهله وتنوع وتغيير في المطبخ بتاعك مع بدايه الاسبوع. عملنا شويه مقبلات وشغالين فيهم، خلينا نطلع فاصل صغير ونرجع للسبانخ بدبس الرمان نشوف هنعملها مع بعض ازاي، والفاصوليا الخضراء هنتبلها ازاي بزيت الزيتون وعصير الحامض. اوعى تروحوا بعيد تابعوا لي. حلوه قوي الصوره الحلوه تتحدث عن نفسها، سلطه البطاطس بالزبادي، وعملنا مع بعض البنجر بالطحينه، وعملنا مع بعض جبنه ماليه، وعملنا عيش مقرمش مقرمشات حلوه مع السلطه. انا قلت لحضراتكم في البدايه لما اجي اعمل سلطه بحتاج ان انا اعمل نوع من انواع المقرمشات. هي المقرمشات اللي ممكن تقدمها لنا يا شيف؟ انا هعمل شويه عيش معايا كده، هعملهم مقرمشات. العيش الشامي بتاعنا ده كده اهو، بجيبه كده بلفها رولز كده، رغيفين عيش مع بعض يعني واقطعهم كده زي المكرونه الاسباجيتي بسكينه حاميه اهو. انت ممكن تلف رغيف واحد مفيش مشكله عشان تبقى حنين على ايدك كده وتقطعها بسهوله اهو. شفت التقطيعه دي مطلوبه. هاخد العيش ده يا عم الشيف اتبله بشويه بهارات حلوه، عندي زيت بيسخن على النار، احمر العيش ده مع بعضه كده، هتبقى حاجه لطيفه على السفره للاطفال، حاجه تجذبهم علشان يقعدوا على السفره، هم بيحبوا الحاجات ديت على فكره، وخاصه لما يكون عليها فليفر حلو. دلوقتي هنشوف نعمله مع بعض ازاي. اتقطع العيش كله اهوت، هو مش اتقطع معاك كده على فكره غير لما تلفيه رولز زي ما انا عملته دلوقتي. ناخد العيش كده اهو، حاجه جديده اهو، هناخد العيش ده نحطه هنا ونحط عليه شويه بهارات حلوين مع بعض اهو. ايه هي البهارات يا عم الشيف واحنا مع بعض كده؟ سنه بابريكا حلوه مع شويه زعتر حلوين، طعم العيش ده هيتغير اهو. ادي البابريكا وشويه كركم حلوين كده، اطعمه يعني من الاخر. الحاجات دي المقرمشات دي ممكن تلاقيها في كيس كده في اي سوبر ماركت بالشيء الفلاني وسعرها غالي جدا. حلو قوي، وعندي الزيت بيسخن كده اخباره ايه زي الفل تمام. شوف التركايه دي بقى، سنه شبت صغيره، ايه يا شيف الابداع ده؟ اهو ده عيش جربيه شفت الجو ده كده؟ اقوم اعمل ايه يا شيف تاني بقى؟ دي سلطات، عندي عصره ليمون دلعها علشان التتبيله تمسك فيها واقلب العيش كده واخده على الزيت تحمير على طول يلا جربي الطريقه دي وقولي رايك فيها ايه؟ حاضر عينيا الاثنين شفت العيش ده كده؟ زيت شديد الحراره، لازم يكون زيت قوي جدا وما تفرقهوش،
خلي بالك. ننزل بيه في قلب الزيت بالشكل ده كده. يا ويلي يا ويلي يا ويلي. هو ده، ده يتقدم مع المقبلات اللي انا بعملها دلوقتي. يسيبه يتحمر كده وناخد بعضنا ونطلع فاصل صغير ونرجع بعد الفاصل. معانا نوع من انواع البنجر هنعمله مقبلات، معانا جبنه هنقليها مع بعض ونشوف اسرار قلي الجبن، سواء موزاريلا سواء شيدر سواء عكاوي، من غير ما تفك مننا. معانا سبانخ بدبس الرمان عشان الناس اللي عندها مشاكل في نقص الحديد والانيميا. اوعى تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. تعالوا شوفوا مع بعض العيش، خاطف نظري بجد والله. ده عيش ولا مكرونه نجدتيلي؟ ايه ده؟ هو ده بقى اللي انا بتكلم عليه. حطوه مع شويه البطاطس، مع سلطه البنجر اللي عاملها دلوقتي. حلوه، مع الجبنه المقليه. حلوه قوي، تمام زي الفل. ما اقولكيش حمار بطاطس، هي دي حلوه قوي على فكره. هنخليه كده نقدمه مع بعض ونخليه هنا كده جيدا. مطبخنا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه، متنوع يعني رؤيه يعني فن يعني ابداع. كل يوم من مس بيرو. We'll be right back.